تلبية لدعوة قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جويد باجوا، حضر الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني حفل افتتاح معرض ومنتدى باكستان الدولي للدفاع في مدينة كراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة. وأشاد سمو رئيس الحرس الوطني بالمستوى التنظيمي العالي لمعرض الدفاع الباكستاني وما حظي به من مشاركة واسعة لكبرى شركات الصناعات العسكرية، بما يؤكد المكانة العسكرية المتقدمة والمتطورة التي تتميز بها جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة. وأشار سموه بأن باكستان تزخر بمستويات عالية من الإمكانيات المتقدمة والمتطورة في صناعاتها العسكرية، والتي تعكس الجاهزية والقدرات القتالية العالية التي يشهدها الجيش الباكستاني، مؤكدا سموه بعمق العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة والتي تصب في صالح خير البلدين الشقيقين.